السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن الآن متواجدين في أحد المشاريع الذي يتوسط في منطقة بليك دوزو في اسطنبول القسم الأوروبي. طبعا هذا المشروع يتميز بالهدوء وبعده عن ضجيج المدينة وازدحامها، بالإضافة إلى الإطلالات الخلابة والرائعة على بحر مرمرة. وأيضا يتربع هذا المشروع بمساحة تقدر أكثر من 92 ألف متر مربع، وكذلك يتكون من 17 عمارة سكنية، وطبعا الشقق اللي به من واحد يعني غرفة زائد صالة، غرفتين زائد صالة، إلى 4 غرف زائد صالة، وعدد الشقق اللي به أكثر من 1150 شقة سكنية، بالإضافة إلى وجود أكثر من 40 محل تجاري إلى 39 محل تجاري بالضبط. وأيضا هذا المشروع يعني ما يكتفي فقط بإطلالته على بحر مرمرة، وأيضا يطل على أكبر حديقة في اسطنبول وهي حديقة وادي الحياة. خليكم ويانا حتى نطلعكم أكثر على تفاصيل هذا المشروع وأهم المميزات اللي يتميز بها. ويحيط بهذا المشروع العديد من الخدمات، كمدرسة تركية تبعد 1 كيلومتر فقط عن المشروع، ومول أوف اسطنبول يبعد 20 كيلومتر فقط، وبحر مرمرة 2 كيلومتر، وأيضا مدرسة عربية 5 كيلومتر، وجامعة اسطنبول 9 كيلومتر فقط، وأيضا يمتاز بقربها من المواصلات العامة. أما الخدمات الداخلية فيحتوي على ساونا، سكواتش، سيكوريتي، كافتيريا، كاميرات مراقبة على مدار 24 ساعة، جراج سيارات، مركز اللياقة البدنية، مسبح شتوي، مسبح صيفي، ملعب تنس، كرة سلة قدم، وأيضا نادي رياضي متكامل ونظام الطوارئ. مثل ما شفتوا هذا المشروع واهم الميزات اللي يتميز به والخدمات اللي بداخله. لا تنسون تخلون لايك على هذا الفيديو، واللي عنده سؤال يتفضل به، ويسعدنا الاجابه على كل اسئلتكم وتطلعاتكم حول هذا المشروع او المشاريع الاخرى اللي نقدمها. ولا تنسون متابعتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك واليوتيوب والتويتر والانستغرام.